بيبدأ الفيلم في وقت بيكون فيه حرب على كوكب الأرض وبيتدمر الكوكب بالكامل، وعلشان كده بدأوا يبعتوا أشخاص علشان يبنوا مستعمرات في القمر علشان يقدر البشر يعيشوا فيها بدل من الأرض. وفعلا تم إنجاز العمل في وقت قياسي وبدأت الناس تعيش على القمر، بس كان في مشكلة كبيرة بتواجههم علشان كان في عاصفة نيزكية بتحصل، وبدأوا في مشروع التعدين وأطلق على الناس دي عمال المناجم، ودول أكتر ناس ليهم أفضلية إنهم يعيشوا على القمر مع أسرهم. وحصل فعلا إن في أطفال اتولدوا على القمر اللي هم أبناء عمال المناجم، وكانوا بيحاولوا يسرقوا مركبة فضائية بس بيسمعوا صوت حد جاي وبيستخبوا كلهم منه، ومن بينهم طفل اسمه كالب واللي كان ماسك في إيده كبسولة، والده كمان كان عامل في المنجم بس مات وهو شغال في التعدين، فقرروا إنهم هينقلوا كالب الأوميجا، وده بيكون مكان أفضل وأي حد يتمنى إنه يعيش فيه، وفي عيلة تانية هتتبناه. والانتقال من القمر لأوميجا بياخد 75 سنة، وفي خلال الرحلة دي بيكون الإنسان نايم في مكان درجة حرارته قريبة من التجمد علشان ما يتغيرش عمر المسافر ويزيد، لأن الرحلة بتاخد سنين كتير. ولما عرف كالب بكده خاف ومرضيش، وكمان ما كانش عاوز يسيب أصحابه، بس بلغته واحدة إنه لازم يمشي النهاردة علشان في عاصفة نيزكية هتحصل. وكالب كان مفتقد والده جدا، وافتكر لما كانوا بيطلعوا سلم عالي وبيقعدوا مع بعض، وكان بيحكي له إنه حصل انفجار زمان وتسبب في عمل حفرة وممنوع إن حد يسيب القمر ويمشي ويروح هناك. وبنفهم إن الكبسولة اللي في إيده دي إداها له واحد من الحراس، وهي عبارة عن رماد من بقايا والده، وجاله ثلاثة من أصحابه وكانوا زعلانين جدا إنه هيمشي ويسيبهم. واكتشف ديلان صاحبه أمنية والده الأخيرة لما قرأ رماد والده، وإن كان نفسه يروح الحفرة، وقال له لو رحنا قبل ما تمشي بس كده هتكون حققت له الأمنية اللي كان نفسه فيها. وبدأوا يجهزوا في الأدوات اللي هيحتاجوها، بس كان لازم يحصلوا على رمز علشان يقدروا يخرجوا من البوابات. فاقترح ديلان إنه يعرف بنت اسمها إديسون، ودي لسه جاية من الأرض من كام يوم وملهاش أصحاب، وهي بنت واحد من العلماء، فإحنا ممكن نسألها يمكن تكون عارفة حاجة. ولما بيروح يكلمها بتسيبه وتمشي بعيد، وبيفضل وراها ويقول لها أنا كنت عاوز أتعرف عليك من الأول، وبيحكي لها كل حاجة وبتوافق إنها تساعدهم، بس بتشترط عليه إنها تيجي معاهم في الرحلة دي، وما بيكونش قدام ديلان حل غير إنه يوافق. وبيبدأوا في التحرك فعلا، وبيقطع كالب بسلك الإنذار بتاع العربية وبيكتب الرمز اللي أديسون قالت لهم عليه، ومحدش بيعرف يسوق غير ديلان، فكانت المهمة دي ليه هو. وبيروحوا بيشوفوا القمر لأول مرة وبيكونوا مبسوطين جدا، بس لازم يرجعوا قبل ما العاصفة توصل، لأن لما العاصفة بتنزل القاعدة بتقفل تماما. وبيحكي كالب إن والده حكاله إزاي الناس جات القمر وبدأوا في موضوع التعدين، وإن لو حد مات وهو شغال لازم ابنه أو حد من أسرته يكمل الشغل مكانه، ولازم ما يكونش أقل من 18 سنة، ولو كان أقل من كده فهيبعتوه يعيش في أوميجا ويعيش حياة سعيدة. فبتسأله أديسون إنها لسه جاية جديد، وبيشرح لها ديلان إن لازم تكمل الشغل اللي بدأ والدك ده لو حصل له حاجة. وبيبدأوا يلبسوا بدل الفضاء علشان هينزلوا من العربية، وكانت بدلة كالب مختلفة عنهم، بس هما كانوا بيلعبوا مبسوطين جدا من قلة نقص الجاذبية. ولما بتشوف أديسون كوكب الأرض بتحزن وبتتمنى انها ترجع تاني، وبتفتكر ذكرياتها، وبتلاقي انهم صنعوا وسيلة ترفيه خاصة بيهم، وبدأ انهم يربطوا نفسهم بحبل وبيشغلوا اسطوانة اكسجين وبيطيروا في الهواء. وحذرتهم أديسون ان ده خطر جدا، لكن محدش سمع لها، وفعلا واحد منهم الحبل بتاعه اتقطع وطار في الهواء، لكنهم لحقوه بصعوبة، واكتشفوا ان الاكسجين اللي معاهم قرب يخلص ومش هيكفيهم انهم يوصلوا حتى للحفرة اللي جايين علشانها. بس بيقول كالب ان في مستوطنة قريبة من هنا وممكن نروح ناخد من هناك، بس واحد صاحبه بيخاف وبيقوله لا انا مش هروح علشان اخويا قال لي ان في اشباح بتعيش هناك. وبيبدأ ديلان يسخر من كلامه، وبيحصل بينهم مشادة، بس بيصالحهم كالب على بعض وبيخليهم يتعاونوا علشان يخرجوا من اللي هم فيه. وبيدخلوا المكان وبيشوفوا بشر موجودين، لكن لما بيفتحوا النور بيلاقوا حاجة غريبة جدا، ان ده مجسم بس وتماثيل، ودي قاعدة استيطانية ونموذج لبيت بيعيشوا فيه البشر، بس بيلاقوا انهم مش هيعرفوا يتحركوا للعربية، فبيقرروا يباتوا في المكان. وبدأت أديسون تعرفهم على نفسها، ان والدها ووالدتها اتطلقوا وامها خدت اخوها وراحوا أوميجا، وامها حاسة بالوحدة. ولما كلهم ناموا حكى لها كالب ان بعد ما امه وابوه توفوا محدش دعمه ووقف جنبه غير ديلان، وهو كل حاجة بالنسبة له، وطلب منها انه لما يروح أوميجا تفضل معاه وما تسيبوش،
وتاني يوم بيكملوا تحركاتهم، لكن العربية بطاريتها بتفضى والأكسجين بتاعهم خلاص كان بيخلص، فبيشغلوا جرس الإنذار علشان الحراس ييجوا ويلحقوهم. ولما نزلوا الحفرة داست أديسون على حجر، وفي ساعتها كل حاجة اتغيرت وكأنهم نزلوا على الأرض والمناظر بقت غريبة، وداس كلب على حجر في الأرض وشاله ولقى تحتيه صورة الأمه اللي أول مرة يشوفها ورماد والدته كمان، وفهم ساعتها ليه والده كان عاوزه يجي هنا، فحس ديلان بيه وقال له انت ليه هتضيع فرصة حلوة زي دي وما تروحش أوميجا، وان والدك بعد 20 سنة من حياته في التعدين مرضيش ان ابنه يتعب، ففهم ان والده انتحر قصد علشان يريح ابنه باقي حياته. وهما بيتكلموا واحد منهم اغمى عليه بسبب نقص الاكسجين، فاخدوه بسرعة وراجعين لحد العربية، بس بتبدأ عاصفة النيازك وهتدمر كل حاجة، بس أديسون بتختفي من وسطهم وما بيبقوش شايفينها، وبيرجع كلب وديلان علشان ينقذوها، ولما بيرجعوا بيلاقوا ان الخوذة بتاعت البدلة اتكسرت وما بقتش قادرة تتنفس، وبيشيلوها وبيرجعوها للعربية، بس قبل ما بيرجعوا بيقع ديلان برضو مغمى عليه هو كمان، وبينقذوا كلب وبيدخلوا كلهم للعربية، بس حتى العربية الإزاز بتاعها بيتشرخ من العاصفة، وده معناه ان آخر أمل يتنفسوا منه بيضيع، وفضلوا يودعوا بعضهم وقد ايه انهم كانوا مبسوطين انهم كانوا يعرفوا بعض، وخلاص هي دي لحظات النهاية وبيغمى عليهم كلهم، بس بنلاقي كلب وصل لأوميجا، ومعنى كده ان الحادثة دي حصلت من 75 سنة، وفضل يسأل على اصدقائه، فبتجيب له الممرضة جهاز وبتقوله تقدر تتواصل مع اصحابك، فبيطمن عليهم وبيعرف ان كلهم نجوا من الحادث ده وكمل حياته وهو كان نفسه يقضيها مع اصحابه، وبيتعرف على العيلة اللي هتتبناه، وبيقابل كلب اخو أديسون وتعرف عليه هناك، وفضل يحكي له عن اخته. ودي نهاية الفيلم، وشكرا للمشاهدة.